مرحبا بكم، لندخل في صلب الموضوع مباشرة. لو قال أي شخص فينا واحد، تلقائيا الشخص الواقف أمامه سيقول 2، 3، 4، أي أننا متعودون على أن نترجم المشاهد أمامنا بحسب ما هو موجود داخلنا من صور أو من خلال عقلنا الباطن. لكن الصدمة أو الخروج من الواقع الواخذ هو الانتقال من 1 إلى 10 مباشرة، أو الانتقال من مشهد يعد مشهد هادئ، مشهد يأخذنا إلى أرشيف طبيعي داخلنا، إلى عكس ذلك ب180 درجة. هذا الأمر يسمى الوخز. الوخز وهو نقطة يبحث عنها كل مصور، سواء كان على الصعيد الفوتوغرافي أو على صعيد صناعة الأفلام. الإثارة ممكن أن نسميه، إضافة نقطة تحول درامي تكون مثيرة في داخل الفيلم أو في داخل المشهد. لنأخذ الآن مثال آخر أكثر سلاسة من المثال الذي سبقه. لنأخذ الآن لنلاحظ هذه الورود كيف تمر الكاميرا عليها، وكل إنسان يشاهدها سوف ننتقل إلى عالم القدرة والتفاؤل وإلى آخره من الأمور التي هو يعتقدها في داخله بحسب شخصيته. ثم فجأة تنتقل الكاميرا بنفس الخط إلى عالم آخر مختلف تماما، عالم البؤس، عالم الهدم، عالم الدمار. فهنا جمعنا ما بين عالمين مختلفين. هذا ما نسميه بنقطات التحول أو الوخز، الوخز الذي يسبب الصدمة للمتلقي، الذي كما قلنا متعود أن يقول 1، ثم 2، ثم 3، ثم 4، لكن فجأة يظهر له أن هناك حدث بلبلة في داخل هذا التسلسل، فكسر التسلسل أو النمطية. يعني ذلك أن الإبداع يكمن في هذه النقاط تحديدا، في أن نحدث التغيير، التغيير الذي يعطي الإثارة، يعطي الغموض أحيانا، أحيانا أخرى يعطي الخوف. نغير مشاعر المتلقي سواء كان ذلك على صعيد الفوتوغرافي، وخصوصا في صناعة الأفلام، في صناعة الأفلام بغض النظر عن أي نوع من الأفلام أو نتحدث عنها، سواء كانت وثائقية، سواء كانت أفلام درامية، أي فيلم نتعامل معه يجب أن نبحث عن الإثارة التي تثير أو تشد انتباه المتلقي. ولا يمكن أن نشد انتباه المتلقي إذا بقينا في التسلسل. التسلسل دائما ما يعني يجلب الملل. التسلسل يعني أنني أعلم ماذا سوف يحدث في المشهد القادم. لنأخذ الآن مثال آخر لنلاحظ. لو بدأنا، لنفرض أننا بدأنا من لقطة أخرى مغايرة للقطة التي رأيناها قبل قليل، وهي الهدم مباشرة. لو نظرنا إلى الهدم مباشرة، ماذا سوف يفكر المتلقي؟ سوف يفكر بالهدم ويخرج كل أرشيفه أو أرشيف عقله الباطن. لنرى مثال آخر. هذا العرض القصير الذي يوحي كما نشاهد من خلال اللوز، أزهار الورد، اللوز التي تفتحت للتو، التي تشير إلى بداية فصل الربيع كما هو مترجم في الكلمات. هنا نشعر بأن تفكيرنا والصور التي نستلهمها تتعلق بالجانب المتفائل
الذي دائما ما ترويه الألوان وخضرة الربيع وروعة الشعور بهذا الفصل الملون المشمس المشرق الذي يعطي المتلقي نوع من الطمأنينة. ولكن شاهدوا كيف انتقلت الكاميرا بشكل مفاجئ إلى موضوع آخر تماما، مختلف تماما، متناقض 180 درجة، وهو عائلة تهدم منزلها بيدها. وحدث أن هذه الشجرة المنثرة كانت أمام المشهد مباشرة، فعندما أردنا التصوير أردنا الدخول إلى هذه القصة بشكل آخر، بشكل مختلف، بشكل نحاول من خلاله أن نؤدي الرسالة بشكل صادق، أن نشعر المتلقي بالوخز، بالوخز الذي نقله من الربيع إلى العواصف، إلى الدمار، الدمار الذي نراه هنا. هذا هو المقصود في موضوعة الوخز والخروج عن المألوف، الخروج عن النمطية، الخروج عن التسلسل، كيفية كسر التسلسل. هذا أمر هام جدا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم.